تم وضع حد نشاط شبكة وطنية تقوم بترويج المهلوسات على مستوى التراب الوطني، لا سيما الجهة الشرقية والجهة الوسطى من البلاد. هذه العملية جاءت على إثر استغلال جيد لمعلومات مؤكدة حول صفقة لبيع كمية جد معتبرة من المهلوسات من دواء بريغابال، يتم حجز كمية قارب 78 ألف كبسولة منه، مع حجز كذلك مبلغ مالي يتجاوز 1,200,000,000 سنتيم من عائدات إجرامية، وكذا مركبتين تستعملان في عمليات نقل وترويج هذه الممنوعات.